السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. معاكم يوميات المساجدة، قناة يوميات المساجدة. فين احنا كده؟ احنا دلوقتي كده في شين جدا كده من شارع الحي ده، شارع الحي كده اللي في وشنا. والنهاردة جولتنا في شارع الصفا، انا بوريكم احنا جايبينه منين، من شارع الحي. يبقى دي شارع الحي اللي في وشنا كده. يلا بقى بسم الله. يبقى كده خلاص ادينا ظهرنا لشارع الحي. هوريكم شارع الصفا منين، من شارع الحي. طبعا جولة مطلوبة. هو شارع ضيق كده، هو طويل بس ضيق كده، بس يعتبر رابط شوارع مهمة، يعني متفرع منه شوارع مهمة زي كده. شارع الحي اللي في ظهري ده كده اللي احنا جايين من عنده، اوريته لكم. التقاطع اللي جاي هيبقى شارع قصر كريم. يعني اللي جاي ده كده على يميني هيبقى شارع قاصد كريم، هيبقى اخر قاصد كريم من هنا. اوله طبعا هيبقى شارع البطاشة الرئيسي. شارع بقى الصفا هيبتدي من بعد تقاطع قاصد كريم ده كده. قاصد كريم اللي على يميني ده كده قاصد كريم. هنبتدي بقى الشارع من هنا كده. هيبقى اخر الشارع ده اطلع منه بقى على شارع مكة. نبتدي بقى كده ده كده الشارع. اخر الشارع كده بدخل من ناحية اليمين، بطلع على شارع مكة، ممكن بطلع على شارع التوحيد، ومنه طبعا على باخد شارع التوحيد ده للاخر، بطلع منه على شارع الحنفية الهدى، ومن الهدى على شارع الحنفية، واطلع برضو على شوارع البطاش من جوه. وطبعا لو عايزة برضو ان انا اطلع على البطاش الرئيسي. كاملين كده، كده احنا في اخر الشارع. هندخل بقى كده من هنا، كده بقى زي ما قلت لكم اللي جاي ده كده على يميني يدخلني على شارع مكة. كده احنا عند المدرسة الثانوية، مدرسة العجم الثانوية للبنات اللي هي جيك. ادخل بقى كده من هنا كده على شارع مكة. نكمل بقى كده اللي جاي ده هيبقى شارع التوحيد. طبعا برضو شارع التوحيد ده مش شوارع برضو جميلة والهادية في نفس الوقت. اخر الشارع ده كده بطلع منه على شارع الهدى، ومن شارع الهدى يطلعني على شارع الحنفية، لان شارع الهدى ده متفرع من شارع الحنفية. الشارع اللي جاي على يميني هيبقى ادخل منه على شارع اولاد، يطلعني الاول على البطاش الرئيسي، وممكن ان انا بدخل منه على شارع اولاد منصور اللي هو على اوله لدارة الطلخاوي، واولاد وكرم الشام اللي هو شارع اولاد منصور.
الشارع اللي بعيده كده على يميني. ده كده اهو احنا طلعنا منه، ده كده يطلعني على البطاش الرئيسي. ده كده شارع اولاد منصور. لو انا طولت يبقى انا كنت داخله كده على شارع الهدى، ومن شارع الهدى على شارع الحنفية. الشوارع زي ما احنا شايفين ان هي كلها كده متداخله في بعضيها. ومن شارع الحنفية بطلع على شوارع بيانكي كلها. اجي كده شارع البطاش الرئيسي في وشنا عند مدرسة البطاش الابتدائية. هيبقى اوله زهرة الطلخاوي وكرم الشام. ادي كده ماشيين قربنا نطلع كده على البطاش الرئيسي. كده احنا طلعنا على البطاش الرئيسي. ادي كده خش المدرسة. على شمالي كرم الشام. نمشي كده. الشارع اللي في الوش ده هيبقى شارع استماليهي واحد، وبعده هيبقى شارع استماليهي اتنين، وفي وشه هيبقى شارع الحنفية. وبعدهم طبعا هيبقى شارع او شوارع بيانكي، دخلة بيانكي ومنها طبعا على شوارع بيانكي. مكملين كده مع بعض. نقول كده من الناحية التانية شوية. الدخلة اللي جاية هناك دي كده هتبقى على الشمال شارع الحنفية، على اليمين شارع استماليه اتنين. هناك كده على اول الحنفية هيبقى كنافة وبسبوسة. توقف قبل ما الدنيا تسخن شوية. ماشي كده الوش هنا كده عند اسماك النورس ده هيبقى داخلة السماليه اتنين، وشها كده هيبقى الحنفية. طبعا الدنيا زحمة هنا خالص، داخلة الحنفية وشارع الحنفية زحمة جدا. الوش كده هيبقى شارع بيت العز، وبعديها هيبقى شارع بلبل. هناك كده هيبقى شارع بيت العز، وبعديه شارع بليا. كنت عامله لكم برده جولات في اللي حابب يتفرج على الشارع نفسه وتفاصيله من جوه. عامله لكم فيه جوله قبل كده.
سواء كان في بيت العز او في شارع فيليا. كده بكمل بقى على بعدهم، هيبقى على نفس الصف اللي انا فيه كده، دخلت عمر افندي وبيانكي، قبلها طبعا هيبقى شارع الفردي